حطيتوا عينكم على لاعبين القادسية خلال أربع خمسة أيام؟ ليش؟ ليش سويتوا؟ نعم أنا اللي أشوفه ما كان احتراف هذا. شنو كان؟ كان دمار، قسم بالله دمار الكرة الكويتية. وضح موضوع القادسية. قادسية لاعبينهم إيش فيهم؟ النادي مشغول، النادي وضعه مزين، النادي كذا، لاعبين راحوا. تدري كم لاعب طلع من القادسية؟ تدري كم لاعب؟ ترى الحين أنا هالكلام اللي أقوله لك أنا مسؤول عنه، راح تيك الأندية الكويتية تذكروا كلامي كلكم زين، راح تحط لك قانون حق الاحتراف. تبي الطبقه اهلا وسهلا، ما تبي الطبقه لنا نظره ثانيه. معلومه ولا استنتاج؟ لا لا معلومه، ما عندي استنتاج. انا شنو قاعد استنتج انا هني؟ شنو انا ما قاعد اشتغل كيمياء حبيبي؟ قول لا الله لا لا، خلني اكمل لك. قانون الاحتراف هذا يعاد النظر فيه، الدوري يعاد النظر فيه، هذه كلها امور تعاد النظر فيها. وين خلافك على موضوع